بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصحون الطائرة. فصل. في ذكر ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعراج، قال بعض العلماء: الصحيح الذي تقرر من الأحاديث الصحيحة أن العروج كان في المعراج لا على البراق، وتمسك بعضهم ببعض الروايات أنه عليه بلغ السماوات السبع في 7 خطوات، لأنه يضع حافره عند منتهى طرفه. روى ابن السعدي في الطبقات الكبرى أنه كان عليه السلام يسأل ربه أن يريه الجنة والنار، فلما كانت ليلة السبت 17 من رمضان قبل الهجرة 18 شهرا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في بيته، أتاه ميكائيل وجبرائيل فقال: انطلق إلى ما سألت، ما سألت الله. فانطلق به إلى ما بين المقام وزمزم، فأوتي بالمعراج، فإذا هو أحسن شيء منظرا، فعرج به إلى السماوات. الحديث. روى أبو سعيد الخدري حديثا طويلا عن حادثة الإسراء والمعراج، أخذت منه هذا الشطر: بينما أنا نائم عشاء في المسجد الحرام، إذ آتاني آت فأيقظني فاستيقظ، حتى قال صلى الله عليه وسلم: فإذا بداب أدنى شبه بدوابكم هذه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: آتاني جبريل بإناءين، حتى قال: ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس، فصلى كل واحد منا ركعتين، ثم أتيت بالمعراج، ثم أوتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم، حتى جبريل صلى ركعتين. سبحان الله. وفي رواية: مرقات من فضة ومرقات من ذهب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، كأنه يصف لنا طبقا طائرا. وذلك قوله تعالى: تركبن طبقا عن طبق، فلم يرى الخلائق أحسن من المعراج. أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء، فإنه ذلك عجبه بالمعراج. قال: فصعدت أنا وجبريل، فإذا أنا بملك يقال له إسماعيل، وهو صاحب السماء الدنيا، إلى آخر الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تواصل الأطباق وتقطع الأرحام، أو كما قال. سبحان الله. تواصل، تصبح الأطباق وسيلة للتنقل والتواصل، وتقطع الأرحام، ربما يذهب الناس إلى مجرات بعيدة وهكذا، فلا يرون أباءهم وإخوانهم ولا يتصلون حتى معهم. وقوله تعالى: سقفا من فضة، وسقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. سقفا جمع كلمة سقفة، وليست أسقف جمع السقف، ليس سقف بيت، بل سقفة. والسقفة المراد بها الغطاء التي تغطى بها القدور أو الصحون، والتي مركزها مرتفع وجوانبها منحدرة. هذا هو التفسير القاموسي. سبحان الله. فصل. سورة الانشقاق، الآية 19: لتركبن طبقا عن طبق. الطبق هو الغطاء أو ما يؤكل عليه، وهو البناية كناية عن غرفة وردها وصحن يجمعها سقف واحد ومستوى أرضي واحد. هل هي صحن طائر التي تحمل من تحمله إلى صحن طائر أكبر منه فتدخل فيه؟ والله أعلم. فصل. في السبب الذي صارت الشياطين تقصف بالشهاب والنيازك، قال القرطبي: كان الجن يقعدون مقاعد للسمع لاستماع أخبار السماء، وهم المردة أي الرماديون، الله أعلم، الذين لا شعر على جسدهم من الجن. كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى الكهان، فحرصها الله بالشهاب المحرقة. فقالت الجن حينئذ: فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. وجاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنهما عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تتحدث في العنان بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين
فتسمع شياطين، فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القروة، فيزيدون معها 100 كذبة. وذلك والله أعلم. فصل. قال ابن كثير في قصص الأنبياء: لما ترك سليمان عليه السلام الخيل لله، عوضه بالريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. كان له بساط مركب من أخشاب بحيث أنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والمتاع والخيول والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجن وغيره ذلك من الحيوانات والطيور. هذا كلام ابن كثير. فإذا أراد سفرا أو مستنزها أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد شاء، فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح فدخلت تحته فارتفع، فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء فسارت به، فإذا أراد أسرع من ذلك أمر العاصف فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء، حيث أنه كان يرتحل من أول نهاره من بيت المقدس، فتغدو به الريح فتضعه بإستاخر أي مدينة في تركيا مسيرة شهر، فيقيم هناك إلى آخر النهار، ثم يروح من آخره فترده إلى بيت المقدس. سبحان الله، كأنه يصف لنا أحد الأطباق الطائرة العملاقة التي تحمل ما تحمل مثل البارجات البحرية أو ما نسميها من الطائرات، والله أعلم. ومنه القدور الراسيات التي سخرها الله لسليمان، التي كانت الجن تصنعها لسليمان عليه السلام. قدر ترسو كما ترسو السفن، تكنولوجيا وليس قدور الطعام، والله أعلم. القدور الراسيات هي مدن بأكملها تحملها فيمانا، آلات تسمى فيمانا الظل، فيها أمثال السرج أي أضواء تضيء مثل هذه، سبحان الله، مثل هذه الأضواء الكاشفة التي نراها والساطعة. فصل. في الصحابي الذي ربما رأى صحن طائر. تقول الرواية ومنه حديث اقرأ ابن حضير، ومعنى الحديث قوله: جاء صحابي ابن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كنت أقرأ البارحة القرآن، وفي رواية سورة الكهف، فإذا فوقي مثل الظلة، الظل كل ما يستظل به من حر أو مطر، ومنه قوله تعالى: وأنتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، أي جسم معلق ما بين السماء والأرض بغير عمد. وذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلل طاقات فيها أمثال السرج. قال الصحابي: فيها أمثال السرج تلك الظلة، أي مصابيح تضيء مشتعلة تنير المكان، كما هو مشاهد بالنسبة لهذه الأجسام الطائرة التي نسمع عنها، صحون طائرة وأضوائها الكاشفة، والله أعلم. قال الصحابي: فخشيت أن تطأ فرسي ابن يحيى، وكان نائما لأن الفرس تهول من هول تلك الظلة، فقمت إليها فعرجت أي تلك الظلة في السماء حتى ما أراها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير تلك الملائكة، فلو قرأت لأصبحت الناس تراها ما تستتر عنهم، أو كما قال، أو كما تقول الرواية، والله أعلم. فصل. في ذكر الآلة التي عرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل إلى السماء، كيف شكلها؟ جاء في ابن كثير أول سورة الإسراء. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حديث سلمة بن شيبة: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمرو الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم. جاء في ابن كثير أول سورة الإسراء. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار في مسنده حديث سلمة:
بن شيبة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا الحارث بن عبيد عن أبي عمرو الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ جاء جبريل عليه السلام فوكزني بين كتفي، فقمت إلى الشجرة فيها ككوي الطير، فقعد في أحدهما وقعدت في الأخرى، فسمت وارتفعت، أي تلك الشجرة ارتفعت إلى الهواء حتى سدت الخافقين، وأنا أقلب طرفي ولو شئت أن ألمس السماء للمست. فالتفت إلي جبريل كأنه حلس لط، فعرفت فضله فضل علمه بالله علي. ثم قال: ولا نعلم الراوي هذا الحديث إلا أنس، ولا نعلم رواه عن أبي عامر الجوني إلا الحارث بن عبيد، وكان رجلا مشهورا من أهل البصرة، ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل عن أبي بكر القاضي عن أبي جعفر محمد بن علي بن دحيم عن محمد بن الحسن بن أبي الحسن عن سعيد بن منصور، فذكره بسنده مثله. ثم قال: وقال غير في هذا الحديث في آخره: ولط دوني، أو قال: دون الحجاب رفرف الذر والياقوت. ثم قال: هكذا رواه الحارث بن عبيد، ورواه حماد بن سلامة عن أبي عامر الجوني عن محمد بن عمير بن عطارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ملأ من أصحابه، فجاءه جبريل فنكت في ظهره فذهب به إلى الشجرة وفيها وكري الطير، أي ثقبين أو مقعدين، فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر، فنشأت بنا حتى بلغت الأفق، أي ارتفعت تلك الآلة التي تشبه الشجرة. وفي رواية مما أخرجه البزار وسعيد بن المنصور من طريق أبي عمران الجوني عن أنس رفعه قال: بين أنا جالس إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفي، فقمنا إلى الصخرة مثل وكري الطير، كأنها صخرة، آلات تشبه صخرة أو شجرة، فقعدت في إحداهما وقعد جبريل في الآخر، فارتفعت حتى سدت الخافقين، الحديث. وفيه: فتح لي باب من السماء ورأيت النور الأعظم، قيل الظاهر أنها وقعت في المدينة. هذه المشاهد تدل على أن هذه الشجرة أو الصخرة عبارة عن آلة ذات مقعدين، فوكري الطير لا يكون مكشوفا، بل يكون في بطن الشجرة أو الجبل أو الأرض. Most of our shit is done with like bells or plates in the bottom, you know, where it's not going to pull. But we tension them and stuff like that, so I don't know. Hopefully, you know, that prolongs their life, whatever. But it's just to stabilize the soil, that's all we do. A lot of it's temporary, we pull it back out and after the building's done anyways, because they got the concrete and everything like that poured in place. We'll take our steel back. Офигеть, смотри, что за ерунда! Офигеть, смотри, смотри, зависимо! Ты неловлен? А что это вообще такое? А ну-ка, Ленухе позвони, это самое... I am. It disappeared and then went back.
Do you think it's a drone? Two. I saw him fucking hanging out there in the fucking sky. What the fuck is that? What the fuck is that? Oh my god. Oh my god, what is that? What is that? Oh my god. Oh my god. Look at that. It's the same ones. Look how slow they're moving again. Yeah. Was it last night they had the slow movers or the no, one before? No, not before. And it will be on Algo. I'll copy Moscow on Yogo. We're standing by. Closing. With our contacts. Contact and capture. And we've got... Yeah. Normally I'd say solar balloon, but I do not know what the fuck that is. That is close to us. That is real close to us.
Holy shit. What is that? It's too low to be a solar balloon. That thing just manifested right there. I was watching it. It's growing, isn't it? It's getting brighter. It is getting brighter. What the hell is that thing? Oh, fuck. I gotta take a picture with my camera. Do it. Set that down. Do both. Okay, hold on. Don't let me down, bro. What the fuck? Where's it at? It's going into the cloud. It's disappearing. It's gone. No, it's not. It's gone. It's whatever it is, it's gone. Where'd it go? It's disappeared. It's in the clouds. He is at 372, and that dude is 150 miles to the north of him. Let me, I'll flash to that dance lock. There you go. There's where WestJet is. Okay, I see him up there. That's crazy. That's happening. Yeah, like a drone.